بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، القرآن يكشف سرا من أسرار مصر القديمة، مصانع الخمر والخبز. الحقيقة إذا رجعنا إلى أكثر من 3000 سنة، الحياة كانت مجهولة، لم تكتشف إلا من خلال الرقم التاريخية أو بعض الاكتشافات الأثرية. هناك اكتشاف حدث مؤخرا الحقيقة يتعلق بمصر القديمة، كيف كانت الحياة. الحياة ليست كما نتصورها، كان الخمر شيء أساسي بالنسبة لهم وكان الخبز شيء أساسي، فهذه الأشياء أيها الأحبة كانت تشكل عصب حياة المصري القديم في زمن فرعون، الخمر والخبز. طيب، قبل فرعون أيضا كان هناك هذه الصناعة منتشرة جدا، وبالتالي كان الخبز يمثل الغذاء والخمر يمثل الشراب بالنسبة للإنسان المصري الذي عاش قبل 3000 أو 4000 سنة أو ربما 5000 سنة. طب أنا اليوم لدي اكتشاف علمي، هذا الاكتشاف النبي لم يكن يعلم شيئا عنه، الله هو الذي أخبره، وخلال 1400 سنة لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذا الأمر الذي كشفه لنا القرآن، ولكن اليوم سنكتشف أن القرآن ينبئك بالأشياء التي أخفاها الناس، أخفاها الفراعنة، أظهرها القرآن كدليل أن القرآن معجز، فيه إعجاز غيبي واضح جدا. انتبهوا أحبتي في الله، الاكتشاف العلمي في مجال الآثار يقدمه لنا علماء من مصر القديمة، وبالفعل هناك إشارة لطيفة في القرآن. إذن لنقرأ هذه الإشارة في سورة يوسف عليه السلام. هناك حلم رآه رجلان، أو عبارة عن حلمين أو منامين. طبعا هذين الرجلين كانا مع سيدنا يوسف في السجن، ودخل معه السجن فتيان، يعني شباب، ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما، إذن رقم واحد ماذا قال؟ إني أراني أعصر خمرة. انتبه أخي الحبيب، هنا يتحدث عن رؤية تتعلق بالخمر. لماذا؟ لأن الخمر منتشر جدا، ورؤية الخمر في الأحلام كانت منتشرة أيضا، إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إذن الخمر والخبز ذكرا في نفس الآية. طبيعة هذه الأحلام تدل على انتشار الخمر والخبز في ذلك الوقت، وهذان الفتيان طلبا من سيدنا يوسف، قال له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا اللافت للانتباه أخي الحبيب في هذه الآية أن الحلم الأول يدور حول الخبز أو الخمر عفوا، والحلم الثاني يدور حول الخبز. طيب ما العلاقة بين هذا وذاك؟ يعني أنا دائما أفكر أن القرآن لم يأتي عبثا، وكل قصة في القرآن لها حكمة، كل آية فيها حكمة. طيب دعونا نكتشف هذا السر الآن. اكتشف الباحثون مؤخرا جنوب القاهرة في منطقة إدفو بأسوان مجمعا للمصانع، واللافت للانتباه أن الفراعنة بنوا مصنعا لصناعة الخمر وبجانبه مصنع لصناعة الخبز مع بعض الخمر والخبز.
طبعا هذا شيء غريب، يعني حتى العلماء الذين اكتشفوا ذلك تفاجأوا، يعني ما الذي يدعو الفراعنة في ذلك الوقت أن يكون المصنع يصنع خمر وخبز؟ ما علاقة هذا بذاك؟ الخبز غذاء والخمر لمن يحب أن يسكر أو، ولكن يدل على أن الخمر كان في حياتهم شيء أساسي. هذا الاكتشاف أخي الحبيب في نهاية 2017، في نهاية عام 2017. طيب ماذا يعني إذا وجدنا له إشارة لطيفة في كتاب أنزل قبل 14 قرنا؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن القرآن كشف لنا الأسرار، يعني هذا اكتشاف 2017، القرآن أنزل قبل 1400 سنة، تصور أخي الحبيب. طبعا هنا العلماء يقولون اشتهر الفراعنة بإنشاء مصانع للخمور، أما أن يكون المصنع لإنتاج الخمر والخبز فهذا أمر ملفت للانتباه، خمر وخبز، حيث إن لفظ الخمر والخبز ورد في القرآن الكريم وفي نفس الآية، فلربما كان الرجلان يعملان في هذا المصنع، وكل واحد يعني كان يرى الخبز كثيرا والثاني كان يرى الخمر كثيرا، فانطبعت هذه الأحلام في ذهنه. وكما نعلم نحن في علم تفسير الأحلام أيها الأحبة أن الإنسان يشاهد ما يتأثر به، يشاهد أشياء يكون قد تأثر بها، أو ربما أشياء ستحدث في المستقبل ولكن يعني لها علاقة ببيئته. وأحيانا هناك أحلام أو رؤى الأنبياء، يعني لا يصح أن نسميه حلم لأن الحلم من الشيطان، أما رؤى الأنبياء حق، فرؤيا النبي ليس لها علاقة ببيئته أو واقعه، لا، رؤيا النبي يكون منها هدف وحكمة وحدث عظيم سيحدث، فيرى النبي هذا الحلم أو هذه الرؤية، كما رأى سيدنا يوسف عليه السلام، ماذا رأى؟ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى نفسه أنه سيصبح ملكا، ورأى الشمس والقمر وهما أبواه الأب والأم، والأحد عشر كوكبا هم إخوته الأحد عشر، وبالتالي يعني هذا الحلم كان منه، يعني هذه الرؤية كان منها حكمة وكان فيها هدف عظيم، وسيدنا يوسف أرسل أيضا وأوحى الله إليه و أصلح الله به الكثير، ويعني تجنب الناس مجاعة عظيمة ببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أنا سأختم وأقول مهما كلما اكتشف العلماء شيئا وجدنا في كتاب الله إشارة لطيفة له. طبعا هذا المرجع هنا طبعا لمن أحب أن يتعمق. أنا سأختم وأعيد قراءة هذه الآية أيها الأحبة. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. طبعا سيدنا يوسف دعاهم إلى الله أول شيء، أخبرهم بالإله الواحد أيضا، ودعاهم لعبادة الله وتوحيد الله، وأخبرهم أن هذه الأسماء يعني إن هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. فهنا وأخبرهم بأنه ما كان لي أن أشرك بالله، ثم فسر لهم أن الذي رأى الخبز هذا، أو الذي رأى الخمر أولا، هذا سيسقي ربه أو يعني سيده خمرا، لأنه كان يعمل لدى مسؤول كبير في الدولة مثل وزير مثلا، فقال
أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فالخبز في ذلك الوقت كان إشارة، بما أنه على الرأس يضع على رأسه خبزا في الحلم، ففسر سيدنا يوسف هذا الحلم أنه سيصلب كعقوبة له، يعني هو أخبرهم بالحكم لأنهما دخلا في السجن نتيجة تهم، كل واحد كان لديه عمل ما اتهم به ودخل، فأحدهما سيخرج ويسقي ربه خمرا أو سيده خمرا، يعني سيخرج ويصبح في منصب مثل يعني نديم لهذا السيد أو لهذا الرب. طبعا لفظ الرب هنا هو السيد، كان يستخدم في زمن ما قبل الفراعنة. والآخر ماذا سيفعل؟ سيصلب فتأكل الطير من رأسه. إذن يعني هذا الأمر اللطيف أيها الأحبة ماذا يدل؟ يدل على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.